ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة البيت السعيد. شوفوا الجو معايا اليوم راه هايل هايل هايل. رانا مع الصباح، اسمحوا لي اعذروني على الأصوات. هذه لها سيارة تاع واحد جارنا. حبيت نحكي لكم اليوم على الغيرة بين الأطفال وكيف نتخلصوا منها، خاصة كي يكون الطفل الأول كبير شوية على الطفل الثاني. وهنا دور الأم يلعب دور كبير، لأنها هي اللي حتكون معاهم 24 ساعة على 24 ساعة. كيما كنا نقولوا، الطفل الأول يعتقد أن أمه والأب تاعو هما مالكهم، هما ليه وحده. وهنا كي يبدأ تبدأ الأم بالحمل بالطفل الثاني، هنا المصيبة الكبرى، اللي هو راح يتبدل في طباعه، يتبدل في الإيماءات تاعو، قادر حتى حشاكم يتبول، أكرمكم الله يتبول على روحه في الليل أو في النهار أو في وضح النهار، يقولي ما ياكلش، تقلل الماكلة تاعو. وهنا طبعا لانه خايف على مكانته، خايف على بلاصته، طبعا كيف راح نتعاملوا مع هذا الطفل اللي راه غاير من خوه الصغير. اول حاجه قبل ما يلد هذاك الطفل لازم نبداو نهيئوا الطفل الاول لولاده الطفل الثاني. نقول له باللي راح يجيك مولود جديد يلعب معاك، يخرج معاك، يكون سند ليك. نشريو له كي نخرجوا، نشريو نجهزوا للبيبي الثاني، نديوه معانا يخير معانا الالبسه، وبالطبع نشريو له هديه ليه. نعتوا له صور تاع بيبيات تاع اخوه مع بعضهم في الهاتف وفي الكمبيوتر. الحمد لله رانا في عصر التطور وقادرين نديروا قدام من حاجه. وثاني نعلموه التشارك، هذا تهيئه نفسيه فقط. كي يزاد هذاك المولود نكونوا شرينا هديه ونقدموها له، نقولوا له هذا المولود كي جا جاب لك هديه معاه، ونبينوا له بلي هذا المولود هو فرحتنا وفرحته هو تاني، لانه راح يكون سند ليه. بعد الولاده طبعا هذاك ما نخليوش نديروا اهتمامنا للطفل الاول، الطفل الثاني راه ما يعرفش. اذا نلبسوه له ونشربوه ونخليوه يرقد، ونهتموا بالطفل الثاني به الغيره تاعو ما تزدادش. بعد مرور الايام والاشهر هذاك الطفل الثاني راح يولي يتحرك، يولي يضحك، يولي يلعب، ومحتاج لعب وحضن كما قلنا. في هذا الفتره لازم نخليه الطفل الاول هو اللي يعلمه المشي، يعلمه الكلام، يهدر معاه، يتشارك معاه في الالعاب. نشريو لهم لعب كيف كيف. اذا عادوا من نفس الجنسين نشريو له الالعاب، مثلا ذكور نشريو له الالعاب كيف بعضهم، واذا عادوا بنات ثاني كيف كيف. اذا شرينا الاول نشريو له الثاني، اذا شرينا لايورت ولا الحلوه ولا شي كولا نشريو له الثاني ايضا، باه من نكونوا عادلين في التعامل مع الطفلين. نعطيو لهم اللعب اللي يشتركوا فيها، مثلا كرة القدم، الغميضة، الألعاب المشتركة بين طفلين. ديما خليهم يشتركوا في الألعاب، كي يخرجوا نقولوا له للطفل الأول تهلا في خوك ولا في أختك، راقبوا، ما تخليش الأطفال يلعبوا يضربوه. هنا هذاك الطفل الأول راح يحس بالمسؤولية ويحس باللي راك واثق فيه، وهنايا راح تزداد محبته للطفل الثاني ويولي يحبه وما يغيرش منه. وحتى لو غار تكون الغيرة قليلة، مش الغيرة هذيك المرضية. ونحذر الأمهات، لازم ما نخليوش أطفالنا يغيروا من بعض، ونعالجوهم منذ الصغر، لأنه راح تولي عندهم مرض إذا ما عالجناهمش منذ الصغر. في الأخير نتمنى تطبقوا هذه الخطوات، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تاع نهار اليوم. نصيحتي لكل أم أنها تعتني بطفلها نفسيا، تحافظ على مشاعره، لأنه هذا الطفل تحن عليه، لأنه هذا الطفل كي تحن عليه راح تلقاه عندما تكبر. وولادنا هما حياتنا، وخاصة نحاولوا نعالجوهم نفسيا، نحضنوهم، نغمروهم بالحب بالحنان، لأن الطفل هذا هو واش راه محتاج لصحة أطفالنا النفسية، وبه يعيش حياة سوية نفسيا واجتماعيا. لأنه معظم هذه الأمراض اللي راها في عصرنا معظمها من لأنه نفسيا ما كناش متهلين في ولادنا، نضربوهم، نعيطوا عليهم، وهذا خطأ في تربيتنا. إن شاء الله في الفيديوهات السابقة نحاولوا نعطيكم بعض الطرق لتربية الأطفال تربية صحية وسليمة. نتمنى تهلاو في ولادكم،
لأنهم زينة الحياة الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما في البيت السعيد.